وحشتني قوي. انت فين؟ في فان فاكتس، ممكن ان انا بخاف من البحر، بخاف من السمك يعني عامه. بحب انام وانا حاطط رجل على رجل، وانا صغير متصور كتير قوي وانا بعمل كده. بحب قوي اكل ساندوتش كده جبنه رومي بالقشطه، بحبه قوي قوي قوي. الناس تقول لي يعني ايه تحط جبنه رومي على القشطه؟ طول ما انا كنت مستغرب، بس اول ما جربته بقيت مدمن الموضوع ده يعني. اللي الهمني ان انا اكون ممثل حاجات كتير قوي. اولا انا من عيله فنيه، اذا كان بابايا او مامتي وخالي وجدي. السايد التاني ان خلاني عايز ابقى ممثل، ان انا طول عمري وانا صغير انا شخص بزهق بسرعه، فما بحبش افضل اعمل حاجه واحده، وما بحبش اعيش في مود واحد، وما بحبش اعيش كاركتر واحد. فكان كل شويه حد يقول لي نفسك تطلع ايه مثلا، ممكن اسبوع اقعد اقول انا نفسي ابقى مهندس، اسبوع تاني اقول انا نفسي اعمل حرامي وبتاع، ابقى لابس لبس الحراميه اللي انا بشوفه في الكرتون وكده. فلما وصلت كده لسن معين، عرفت ان الحاجه الوحيده اللي هتخليني اعمل كده ان انا اكون ممثل. بدايتي في التمثيل، انا ابتديت خالص في الاول كنت بعمل مسرحيات في المدرسه من وانا عندي 8 سنين. اول ما دخلت الجامعه ابتديت اخد وركشوب، يعني ابتديت بوركشوب كده، ابتديت بقى اخش في موضوع الاوديشنز وكده، لحد ما استاذ محمد دياب اختارني من اوديشن لفيلم اشتباك. الاول لازم اقرا السكريبت، لازم احس ان انا بحب الدور، بعد كده ببتدي افرغ الدور بتاعي، وابتدي اشوف ايه الانتنشنز اللي عنده دي جايه منين كلها، فاكتب الهيستوري بتاعه، اذاكر البلاك هيستوري بتاعته من اول ما اتولد. يعني 50% من شخصيه اي حد فينا بتتكون في اول 7 سنين في حياته. وبعدين ابتدي بقى اشتغل على السينز بقى واحده واحده كده. ده جميل والله. جميل، ده جميل قوي. اطيب انسان في الدنيا يعني. المعلم حربي هو بيخوف عشان هو غشيم، وتصرفاته فيها غشم وفيها غباء، وده برضو بسبب الباك هيستوري بتاعته. فانا حبيته عشان كده يعني، انا حبيته عشان حسيته ان هو من جواه هو مش عايز حاجه من الدنيا غير ان هو يحس ان هو ليه لازمه. بحب مشاهد كتير قوي بصراحه. في سين انا ودكتور مجدي كامل، اللي هو اخر ميتنج ما بين يعني اخر مره شيخون وحربي بيتقابلوا مع بعض، لما طلع بجد قوي وطلع بصدق قوي، وانا اتاثرت فيه جدا جدا. شنهابي بقى انا بحب طبعا تحت الوصاية، ده من اجمل الاعمال اللي ممكن اي حد يتمنى ان هو يشتغل فيها بصراحة. هو عمل فني متكامل، اعتقد ان هو هيعيش لسنين كتير قوي قوي قوي. وانا طبعا شنهابي في تحت الوصاية ده كان نقلة، خطوة لقدام كويسة جدا. ان انا اكثر حاجة انا بخاف منها، ان انا بخاف ان انا انزل البحر، وان انا بخاف من ان انا اتعامل مع العالم بتاع البحر ده كله، لان انا غريب فيه. كان تشالنجينج جدا بالنسبه لي، بحبه قوي قوي يعني. الهايلايت لما اصطادنا اول مره، احنا كنا بنصطاد بجد، فانا صورت شويه في المسلسل وقاعد خايف وعامل حساب اللحظه دي انا هتصرف فيها ازاي، انا هعمل ايه، لان انا بخاف جدا جدا يعني. يعني ما اعرفش دي فوبيا ولا ايه، بس انا اعتقد ان هي فوبيا لان انا بجد بخاف. فاصطادنا 2 طن سمك بقى، اوكتوبس بقى، وكل الجمبري وكل بقى الكابوريا بقى، احنا اصطادنا شعوب يعني، فاهم، اصطادنا عائلات. فلما السمك نزل انا اتخضيت جدا، وفضلت اجري من الشط، وده ما ينفعش نعمله، بحاول ابعد بعيد عنهم. هو خش جوه الشط يا احمد، خش جوه الشط، انا مش قادر ادخل وارجع ورا، لحد ما لقيت نفسي دخت، وهم قالوا كات، وقمت رايح قاعد على جنبه. وكان يعني اللي هو ايه بيسموها سرق. وبعدين بقى جات لي استاذه منى زكي طبعا، قالت لي مالك يا احمد، في ايه وبتاع. بصيت لها كده قلت لها انا بصراحه عندي فوبيا من السمك وبتاع، فطبعا قعدت تضحك جدا. وقامت قايله بقى الاستاذ شاكر قامت منى دي قالوا، قالت له شفت احمد بيخاف من السمك وبتاع. هو قال لي وانت ما قلتليش ليه؟ قلت له عشان كنتش هعمل الدور، ما انا لو قلت احنا نازلين الموضوع كله في البحر، فلو قلت لك ان انا بخاف من السمك مش هعمل الدور، فقلت ان شاء الله لما يجي ساعتها هتصرف يعني. لا خلاص، هو كل كاركتر اتعمل باللي فيه كله. انا احب شخصيتي، انا احب اكمل حياتي بشخصيتي دي، اللي هي انا بزهق اصلا، كل شويه بجدد في حاجه، بعمل كاركتر جديد، بنضف اي مثلا انرجي مش كويسه جوايا، لما يجي لي دور شر ولا حاجه بطلع كل الطاقه الوحشه دي فيه. فلا خلاص، كل الادوار اللي خلصت كلهم والله يعني، كل حاجه ليها ميموريز معايا حلوه. وبحب الدور بتاع البرنس جدا جدا، لان هو برده كان ستيب كبيره، وكان الناس متفاعله معاه جدا، وكان الناس يعني انا فاكر ان انا اول
حلقة لما قفلت ان الولد ده هيخطف بنت رضوان، نزلت الشارع قلت اشوف الناس هتعرفني ولا لا، لقيت الناس اتلمت على العربية، كنت عايز اتكسرها وافتح الشنطة وعايزين نشوف البت فين ومش عارف. كنت مروح البيت قاعد 3 ايام لحد ما الدور خلص وعرفوا ان انا بنصب على الراجل، فنزلت ونفس الناس بقى الله اكبر عليك يا ابن الذين ومش عارف ايه. وبحب المعلم حربي جدا، بحب دور المعلم حربي جدا. كوميدي، نفسي اشتغل كوميدي قوي. اقول لهم ان انتوا لو ده حلمكم بجد، لو انتوا مش بتدوروا على فكره ان انتوا تبقوا مشهورين او ان انتوا تطلعوا في التلفزيون، لان خلاص احنا بقى موضوع فكره ان انت اصلا تبان وتبقى مشهور دي بقت اسهل حاجه في الدنيا. يعني هو بالموبايل بتاعك تقدر تبقى مشهور وتقدر تبقى ترند، وانت بقى وشطارتك انك تحافظ ان انت تبقى ترند دي حاجه بتاعتك. لكن اللي عايز يبقى ممثل بجد، اللي عايز يبقى فنان، اللي عنده مشاعر جواه بجد حقيقيه ناحيه الفن، لازم يدرس. دي اهم حاجه في الدنيا. يعني ما ينفعش، يعني انا بيصادفني في المسجز اللي بتجيلي كتير احنا عايزين نعمل دور، احنا مش عارف ما تاخدنا معاك انت لا هي مش كده، وانا ما عملتش كده. يعني انا لما كنت عايز امثل، مع ان انا عندي بقى كونتاكتس كتير جدا، ان انا كنت اقول انا عايز امثل وامثل بالواسطه والكلام ده، او ان حد يشوف لي دور او كده، لا دي اكتر حاجه غلط في الدنيا. انت لازم، حتى لو انت موهبه ما فيش زيها في العالم، لازم يحصل عليها دراسه، لان هي دي اللي هتخليكي تكرافتي التولز بتاعتك، هتخليكي تعرفي تستخدمي ادواتك، هتخليكي تتطوري. يعني دايما لازم تفضلي تكملي دراسه، دايما طول ما انت ما بتشتغليش لازم تاخدي وركشوبس، لازم تشوفي ماستر كلاس. فانا انصح اي حد عايز يبتدي ان هو يبتدي بالدراسه، ويشوف الاول هو الموضوع عامل معاه ازاي. فالدراسه ثم الدراسه ثم الدراسه، يعني ثم ان انت تفضل مصمم على حلمك ده. لو انت شايف وانت بتدرس وانت بتجرب ان الموضوع الناس بتقول لك فيدباك كويس وكومنتس حلوه، لازم تفضل صابر، لان هو الصبر بقى في الشغلانه دي بالذات هو مفتاح الفرج. اقول لنفسي وانا صغير وحشتني قوي انت فين، اقول لي برافو عليك ان انت فضلت محافظ على نفسك، ساعدتني ان انا اكون البني ادم اللي انا عليه دلوقتي.